السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا كنت بسأل على تسمية، حكم تسمية اسم كاترين اللي هي سانت كاترين. كاترين؟ كاترين بالكاف، كاترين زي سانت كاترين. لا تسمي سانت كاترين. لا انا اسمي كاترين. هي لا تسميها، لا مش معناها، لكن الان لسنا في معناها، الان نحن في الاستعمال الذي يستعمله الناس بها. استعمال نصراني. شكرا. الله يسلمك.